بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. معاذ عليان يتفقد في الكتاب المقدس ويقول ولا يستطيع ان يعرف معنى الكلمات. دعونا نفسر او نتحدث عن سفر نشيد الانشاد شخص العروسين. العروس تعلن شخصية خطيبها. المسيح المتألم، قبلات الفم الإلهي، الحب الأطيب من الخمر، الممسوح بالدهن بالطيب، الاسم المهرق، حب العذارى له، الحجال الإلهي بين السواد والجمال، بين شمس التجارب وشمس العدل، الحرب الداخلية، المسيا الراعي، موضوع الرعاية، الظهيرة، لقاء مع الراعي عند الظهيرة، مراعي غريبة، طريق الرعاية، دعوة للجهاد والعمل، ثمار الرعاية، خدي حمامة، العنق المزين بقلائد، الذهب والفضة، المسيا الملك، نردين الملكة، الطاقة الفاغية، سر جمالها، العينان الحميمتان، سر الوحدة، العاملون من القصر الملكي. العروس تعلن شخصية خطيبها. في فترة الخطوبة تتعرف العروس على عرسها، تتكشف شخصيته وتعرف أسراره وتتحقق صدق حبه لها وتعرف إمكانياته حتى ترتبط به عريسا إلى الأبد. وإذا تذوق حبه يبتلع العريس كل تفكيرها ويمتص كيانها كله، فيصير موضوع حديثها مع أقاربها ومعارفها، بل يصير بالنسبة لها الكل في الكل. فماذا رأت الكنيسة في المسيا عرسها؟ لقد رأته المسيا المتألم، المسيح المتألم، المسيح الراعي، المسيح الملك، المسيح الحبيب. المسيا المتألم قبلات الفم الإلهي. لو أن هذا السفر خاص بالمبتدئين لبدأ بمناجاة الله العريس لعروسه ويلاطفها ويعلن حبه لها ليدخل بها إلى حياة التوبة فتصطلح معه وتقبل الاتحاد معه، لكنه هو سفر الناضجين الذين ذاقوا بالفعل محبته والتهبت قلوبهم به. لقد تقبلوا طيار حبه المتدفق خلال الصليب، فيطلبون أن يعيشوا حياتهم كلها يلهجون في هذا الحب الإلهي قائلين بلسان الكنيسة: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. إنه صوت الكنيسة الجامعة وقد رفعت أنظارها إلى الصليب، فاشتمت رائحة الطيبة ورأت اسمه مهرقا من أجلها، اسم تعب فوجدت لذة في حبه، لهذا أخذت تناجيه قائلة: ليقبلني بقبلات فمه. وهنا نلاحظ الآتي، إنها تطلب قبلات فم الآب ليقبلني هو. حقا لقد قبلها الله بقبلات كثيرة على مر العصور، أعلن حبه لها فخلق العالم كله من أجلها، أوجدها من العدم وأعطاها صورته ومثال. وباختصار لم يعودها شيء. بعد السقوط لم يتركها بل وعدها بالخلاص، وهو المقصود به العالم هنا، ووهب الناموس المكتوب عونا وأرسل لها الأنبياء يؤكدون لها خلاصه. لكن هذا كله لن يشبع العروس، فأنها تريد هو بنفسه يقترب إليها ويهبها ذاته، تريد كل قبلات فم المباشرة، وكأنها بالعروس التي تفرح بالعريس الذي يطلب يدها ويرسل لها أقاربه ويبعث لها الهداية المستمرة السمينة، لكنه لن تشبع إنما تطلبه هو. في هذا يقول العلامة أورجينوس أن الكنيسة في العهد القديم كانت كفتاة صغيرة غير ناضجة، لم تتمتح بصحبة العريس نفسه، بل تمتعت بصحبة أصحابه أيهم الملائكة والآباء والأنبياء، ومن خلالهم تقبلت قبلات الله التي هي تعليم العهد الجديد ووصاياه. كانت في طريق النمو تسير نحو النضوج لترى عرسها قادما إليها على جبال الناموس وتلال النبوات، فالتهب قلبها بالحب نحوه قائلا: ليأتي وينزل إلي
ويقبلني بنفسه من على الصليب ليضمني إليه بالحب العملي فأتحد معه. هذا ما أعلنه الرسول بولس الرسول في حديثه مع العبرانيين. إذ يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يسوع المسيح، كلمنا بقبلات الحب العملي المباشر. لا تستحي أن تطلب من الابن قبلات الأب، لأن ما هو للآب فهو للابن أيضا، وما قدمه الابن بإرادته إنما قدمه طاعة الآب وليس الأب. لهذا يؤكد الكتاب وهكذا أحب الله الآب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وفي نفس الوقت يقول الرسول أحبني وأسلم ذاته من أجلي، أحبني وأسلم ذاته من أجلي. إن قبلات الصليب لنا هي علامة حب الآب والابن أيضا لنا. لقد سبق ورأينا استحالة انطباق هذه العبارة على أي حب جسداني زمني. استطلب العروس من عارسها قبلات آخر غيره، لكن الحديث هنا عن القبلات الإلهية الروحية التي تحمل معنى الاتحاد الخفي لتكون واحد مع الآب في ابنه خلال قبلات الصليب. لا تطلب العروس قبلة أو قبلتين أو أكثر، بل تريد كل قبلات فمه. هذه إحساسات المؤمن حين ينفتح قلبه لمحبة الله، فأنه يرى كأنه لا يوجد في الحياة إلا الله وحده، وهو يطلب كل حب الله له. لا تطلب الكنيسة قبلات الرب جميعها فحسب، لكنها تطلب نوعية خاصة من القبلات ألا وهي قبلات فمه التي تعبر عن العلاقة الزوجية الوطيدة والفريدة التي لا يشترك بها آخر معهما. لقد سجل لنا الكتاب المقدس نوعيات مختلفة من القبلات، لكنها ليس بالقبلات المشبعة. فقد وضع لأبانا بنيه وبناته بالقبلات، واستقبل يعقوب حفيدي ابني يوسف بالقبلات، وودعت نعمة كنتاها بالبكاء والتقبيل، وطلب إسحاق من ابنه يعقوب أن يتقدم ويقبله ليأخذ بركة، وتقدم أبشالوم ابن داود ليقبل أبناء الشعب ليكسب قلوبهم، وقبل يونسان داود النبي علامة الصداقة وميثاق الوفاء، وودعت أيضا كنيسة أفسس الرسول بولس بالبكاء والتقبيل. هذه كلها قبلات تمت بسبب رباط الدم أو القرابة أو الصداقة أو علامة آلام الفراق، لكنها قبلات مؤقتة. أما القبلات الكنيسة فتطلب قبلات الحب الأبدي، قبلات فم الله الأبدي التي لا تتوقع. وأما بالنسبة الحب الأطيب من الخمر، تناجي الكنيسة عريسها المصلوب من أجلها قائلا: لأن حبك أطيب من الخمر، هو حب يسكر النفس فتنسى كل ما هو أرضي لتهيم في حب الله وحده. جاءت كلمة حبك في الترجمة السبعانية سدياك، وكأن المؤمنين يجدون في اللبن الإلهي النابع من السدين والمشبع للأطفال الصغار عزوبة وفعالية وقوة أكثر من الخمر الذي يستخدمه الرجال للدفء والقوة. فهذا يقول القديس غرغيروس أسقف نيسس: ما هو سام في حكمة العالم يصغر جدا أمام التعليم التي نتقبلها من الكلمة الإلهي المقدمة للأطفال. هنا نجد السديين الإلهيين أطيب من الخمر البشري. إذ تردد النفس سدياك أطيب من الخمر، تعود إلى بساطة الطفولة، تتطلع إلى خاطبها المرتفع على الصليب وتتعلق به في بساطة الإيمان كالطفل على صدر أمه. ترضع من سديين حب الله فتنسى كل هموم الحياة، وتمتلئ تعزية كقول المرتل عند كثرة همومي في داخلي: تعزياتك تلذذ نفسي، سدياك أطيب من الخمر. كأن الخمر يقدم للضيوف خاصة في الأعياد علامة الفرح كما كان يقدم عند تقديم الذبائح. أما حب السيد المسيح فبريد يهب فرحا لا يستطيع العالم أن ينزعه. كان العنب يعصر في مصر وربما في فلسطين بأن يسحق بالدواسب الأقدام في المعصرة، فينساب عصير ماء العنب الأحمر ويخرج الريال ثيابهم محمرة. أما أشعياء النبي فقد رأى السيد المسيح العريس المحب عظيما في القوة
بهيا يجتاز المعصرة بثياب محمرة من أجل خلاص عروسه، فتساءل قائلا: من ذا الآتي من أدوم بثياب خمر من بصره؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكنوا معي أحد. الممسوح بالدهن الطيب، وسوف نكمل في الحلقات القادمة. هذا هو الحب الفريد الأطيب، لقد اجتاز الرب المعصرة وحده لا ليقدم خمرا أرضيا، بل يقدم دمه المبذول عنا سر حياتنا وقوتنا وخلصنا. لا عجب أن يبدأ السيد خدمته في عرس قانا الجليل محولا الماء خمرا، لا ليسكر بل بالحري أفاقه من السكر وهبهم الخمر الجديد علامة حبه، واهب الفرح والقوة في هذا. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم في ذلك الوقت والآن أيضا لا يكف عن تغيير ضعفنا وإرادتنا. نعم، فأنه يوجد أناس لا يختلفون عن الماء بشيء، باردون وضعفاء ومملؤون سيولة ميوعة، لنأتي بمثل هؤلاء إلى حضرة الرب ليحول إرادتهم إلى خمر فلا يعود كالماء. شكرا أحبائي وأعزائي، وهنكمل سفر نشيد الأنشاد. لكم مني الحب والقبلات، وأشكركم. يا رب تكونوا بسلام وسعادة. سلام الرب يكون معكم. آمين.